السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا، كدير الأحوال؟ إن شاء الله تكونوا على خير. في الموضة دي اليوم كيف ما تتشوفوا راهم متنوعين، ضروري الكسيوات، ولكن جبنا لكم دي شوميز هكا سامبل في لون واحد، جبنا لكم موديلات في البلون غادي يعجبوكم إن شاء الله، وعندنا سولد في آخر الفيديو في واحد الأرتيكل. أول موديل طونسيل ما كيخطاناش لأنهم موديلات ديالو زوينين، براتيك، عمليين، وكيتلبسوا دائما. الموديل هذا اللي كتشوفوا دابا سامبل، فيه لي بوطون هكا ديال الخشب، الفينيسيون ديالو زوينة، الفصلة ديالو فنه، كتجي من الفوق مقاده الكسيفات، وفصلها هكا هابطه مقاده بالجويبات، كيما تشي شويه بوفون. الا كنتو قد اكرام في الطول يعني مترو 65 ولا اقل، غيجيكم طويل حتى لتحت يعني غتهناو. كنتو اطول وكنتو كديروا الحجاب، ضروري ما تلبسوا معاه دي جينز ولا شي بونطالون هكا، غيجيكم حتى هو غزال وفن. الثمن ديالو 230 درهم، ولي طاي من الال حتى لخوا اكس ال، ولكن غيلبس كنظن اقل حيت اكرام يلاه جاتها الال، هي هذيك جاتها غزاله. ثاني موديل هو هذا اونسومبل، حتى هو طونسيل غزال، حتى هو في البيسه، لي طاي ديالو مكسوف فيهم نفس المقاسات الال حتى 3 اكس ال، ولكن راه ما غيلبس 3 اكس ال ولا 4 اكس ال، على ما اظن فيه 4 اكس ال، ما غيلبسهاش، غيلبس الماكسيموم الدوبل. كيجي سامبل، والشوميز ديالو هكا فيها طريزات صغيرين، فيها داك الفوشيا والبيض غزال، الثمن ديالو 300 درهم. وهاد الكسيوات ديال تركيا غزالين، شوفوا هاد الموديل، التويب ديالو سبيسيال، شوفوا الكول كيفاش كيجي، كميمات، داكشي ديال لي برانسيس، جا غزال في اللبيسه. هذا بالخصوص ماشي ديال دائما، يعني غتلبسوه هكا في مناسبه، عراضه، خريجه، كيجي غزال. هذا واخا فيه الدوبلور ولكن راه تيبين واحد شويه، يعني ضروري ما ديرو تحت منو البيض باش يلاه يجيكم غزال. هو هذاك انيق وفن، الثمن ديالو 450 درهم. لي طاي فيه من الاس حتى الدوبل اكس ال، كنظن غيلبسوا حدهم الاكس ال، مكنظنش غيلبسو دوبل اكس ال. هذا تا هو نفس الثمن، نفس لي طاي، تا هو غيلبس حدو الاكس ال، كيجي غزال، ولكن التويب ديالو فن. هذا توب بحال بوبلين رقيق مقطن وغزال، الموديل اصلا مستيلي وفشي شكل كيبان غزال، وتا في اللبيسه جا الاكرام فن تبارك الله، تا هو فيه الدوبلور. هذا مكنظنش كيبين نهائيا، الثمن راه نفس الثمن، ولي طاي نفس لي طاي، الموديل مستيلي وغزال، والدوبلور ديالو راه سميك يعني ما تيبينش، جا الاكرام غزال في اللبيسه. هذا الموديل مستيلي بزاف، شوفوا كيفاش كيجي في الفصاله ديالو، غزاله، كميمات، بوفون، كيجي فن، وفيه هذيك الدونتيل القدام بحال الكروشي في اللون الباج، جات غزاله، كيجي من الفوق قبط شويه ومن التحت كيجي هكا واسع مستيلي، موديل ديال الصيف، جراقي في اللبسه وفن غزال. هذا زيد عليهم واحد شويه في الثمن 450 درهم. الموديلات ثلاثه هادو اللي دوزنا موديلات ديال تركيا. هذا الموديل هذا ديال لولا، كيجي بحال القنيطره، غزال حتى هو فن، ولكن التوب ديالو راه اوريجينال، لولا غزال مقطن وفن في اللبيسه، غير هو غيلبسوه لي كغون طاي ولا البنات اللي طوالات، لان اللي قصارات ما غيجيهمش الموديل. ومع ذلك غنحاولوا ان شاء الله في قادم الايام نوفروه لكم في ديتاي صغار، لان الموديل مستيلي ولا فينيسيون ديالو فنه وغزاله، والتوب خطير، التوب ديالو كما قلت لكم لولا مقطن طن وفن في اللبسه. كيجي الموديل هكا مستيلي، يتلبس حتى مع بوي فريند ولا جينز، غيجي غزال ومع دي باسكيت، وموديل اللي تلبسوه دائما، راه ماشي غير في الصيف وهكا الخرجات ديال الصيف، بل بالعكس كيليق، وخصوصا نلبسوه هكا نسقسوه شي تنسيق مع بوي فريند ومع سميتو، غيجي غزال في اللبسه. اللوينات كلهم باستيل وغزالين، وهذا داخل فيه الفيغ. هنايا لي بوطون راه دائما كيخرجوا واحد اللون من الالوان ديال الثوب، كيبان في لي بوطون. موديل مستيلي وفن، متوفر في ربعات الالوان، جوج لبساتهم هنايا اسماء، غتعاود تلبس لكم اللون الثالث، ولكن راهم مقاربين هو اللون الرابع، غتوريكم التفاصيل ان شاء الله. هذا هو اللون الرابع ديالو، هنايا لبسته مع دي جينز، جا الموديل غزال، الثمن ديالو 300 درهم. لي طاي فيه جوج ديال لي طاي، كنظن ال والاكس ال، ولكن راه يلبسوه لي كون طاي، عرفتي غيلبسوه حتى 5 اكس ال يجيهم غزال، وخاصة البنات الا كنتو طوالات غيجيكم الموديل فن، ولبسوه الا كنتو كديروا الحجاب مع بوي فريند ومع دي باسكيت، غيجي مستيلي وغزال في اللبسه. شوفوا اللوينات راهم متقاربين بزاف، واحد داخل فيه السومو والاخر داخل فيه الغوز. كاين عندنا هاد لونسومبل هذا، كيجي غزال بالمناسبه، هاد لي شال ديال الخيط راه متوفرين عندنا في المحل، ولكن للاسف الكونتيتي ماشي كثيره بزاف. حاولوا الا عجبكم شي موديل تسولوا عليه البنات، راه تلقاوه ان شاء الله، ما حدهم يلاه دخلوا، لان للاسف كما قلت لكم هاد الساعه ما فيهمش كونتيتي، ولكن ان شاء الله غنحاولوا نوفرهم لكم، لانهم غزالين كيتمغيو هنا مع اللبسات، كيجيو غزالين. هنا لونسومبل اللي كتوريكم اكرام غزال، حتى هو التوب ديالو بحال الكريب، واحد الكريب طايح بزاف، واللون ديالو كحل راه غري، الثمن ديالو 250، ولي طاي كيلبس حسن دوبل اكس ال ولا اكثر، لان الموديل وافي والسروال كيف ما شفتوه راه لارج وغزال. هنا اكرام لبسات لكم هاد الشوميز، هادي ديال برا، كتجي حتى هي زويونه، اكثر حاجه عجبتني فيها هي اللون،
وتلبس مع البلون وجه غزال. التوب ديالها راه ترونسبارون، واحد الخيط رقيق ترونسبارون ولكن مقطن وغزال. والثمن ديالها 150 درهم. هنا هي اسماء لبسات لكم هاد الكاب ولا تونيك، لانها مسدوده من القدام كيف ما تتشوفوا، حتى هي مستيليا، داخل فيها هنايا الجين في الجيوبه وفي الكم. هاد الموديل اللي قال لي غون تاي حتى هو، ولا على الاقل البنت تكون طويله غيجيها غزال، لان شوفوا هنا اسماء ومع ذلك رجاها طويل اذا رديتوا البال من الكميمات. كيجي مستيلي حتى هو، الثمن ديالو 350 درهم والطاي ديالو راه ستوندار، وحتى هو موديل ديال تركيا. البنات اللي كيبغيو يكومونديو من عندنا وما كيقدريوش يجيو للمحل باش يقيسوا، حنا كنديرو توصيل لجميع المدن، غير تواصلوا معنا في وحده من الارقام ديال الواتساب اللي كنخليو لكم في الشاشه، راه نوصلوا لكم لا كوموند حتى لباب الدار ان شاء الله. صيفطوا لي ميزور ديالكم، البنات راه كياخذوا لي ميزور كيعبروا لكم لي زارتيكل، وان شاء الله يكون غير الخير. سيوات وخصوصا هذا الموديل راه حنا دائما كندخلوه، كيجي زوين في اللبسه، دائما كتكون عليه الطلبات كثيره، وقت ما بان لينا شي موتيف هكا اللي كيجي مهدان وراقي حنا كندخلوه. الاثمنه فيه كتكون مختلفه ما بين 280 درهم حتى 330 درهم على حسب الدار اللي مخرجاه هاد الموديل ديال برا. هاد لي موتيف اللي لبسات هنايا اكرام كلهم غزالين، كلهم فنين وجاو فنين في اللبسه وكلاس وراقيين. الثمن ديالهم كلهم 300 درهم. لي طاي راه فيه لي طاي من الاس ام، هنايا لابساه اكرام الاس ام ديالو راه تلبس الال لانه كيجي شويه وافي. كاين هاد الموديل هذا ديال لي غون طاي بامتياز، شوفوا هنايا البنات كيفاش جاهم، راه جاهم طويل وكبير مع انهم لابسين غير الاس ام، وفيه حتى 3XL كيجي مجموع من الفوق من التحت، راه كلوش كيف ما تشوفوا. التوب ديالو راه ساتان حريري رطب وغزال، واللوينات فنين. خليو لي نتوما رايكم في التعليقات كيفاش كيجيكم هاد الالوان، هاد الخليط ديال الالوان كيجي راقي وزوين. انا ما تيعجبونيش الالوان بزاف مخلطين، ولكن كاينين شي تنسيقات اللي ما كنقدرش نقاومهم، منهم التنسيقات ديال هاد لاغوب، جو راقيين وجو فنين. الثمن ديال لارتيكل 280 درهم، ولي طاي كيف ما قلت لكم راه فيها لي طاي تلبس لي غون طاي غتجيهم غزاله، حتى الطول راها طويله بزاف، والتفاصيل بسيطه ما فيهاش شي تفاصيل لي كومبليكي. الحزيه ممكن انكم تحزموا ولا تخليهم تلوقوا على حسب الرغبه. كاين عندنا هاد الشوميز هادي طيبها حتى هي ديال برا، ثمنها غزال بعدا 120 درهم فنه، والثوب خيط مبرد ديال الصيف غزال، التفاصيل حتى هي راها سامبل كيف ما تشوفوا. هذيك الشبيكه القدام حتى هي بحال الكروشي حتى هي، واخا مختلفه على الكسيوه البيضاء اللي دوزنا ديال تركيا، كاين فرق بيناتهم. هذه كتبان كروشي نيت، هذه بحال واحد الدونتيل ولكن حتى هي زوينه. هنايا اكرام لبساتها كلاس في هذا اللوين، جات غزاله، ممكن تلبسوها كيف ما بغيتوا، وثمنها كيف ما قلت لكم راه غزال. متوفره عندنا في هذه اللي شويه فيها هاد لي موتيف القدام، ومتوفره عندنا حتى في واحد الموديل اللي سامبل عليه، بالنسبه للبنات اللي كيبغيو شي حاجه اللي سامبل، غير اللوينات اللي مختلفين بحال هذا الشكل هذا، فيها غير لي بوطون وفيها في الكميمات هذاك بحال فريفيرات صغيورين، جو غزالين حتى هما. بالنسبه للطاي راه طاي ستوندار ولكن راه تلبس، شوف البنات هنايا كيلبسوا بتي طاي جاتهم زوينه، وتلبس حسن دوبل اكس ال، كتجي زوينه في اللبسه، مستوره ومبرده وخفيفه ظريفه، تلبسوها كيف ما بغيتوا، كلاس ولا سبور كيف ما حبيتوا. كاين عندنا هاد التيشيرت هذا، جاني هذا ملائم كثر لي كون طاي، واخا الطاي ديالو راه ستوندار ولكن ملي قيساتو هنايا اسماء كيبان كبير، لان الفصاله ديالو راه مقاده، كتجي من الفوق الكتيفات مقادين، وكيجي ايفازي من التحت اللي واسع الى رديتو البال. يعني الا كنتي قصيره وعامره وكتعجبك شي حاجه هكا اللي مريحه، هذا الموديل راه غيجيك غزال. الثمن ديالو جد مناسب 100 درهم، كيجي مقيطن مريح في اللبسه، تلبسي هكا مع بوي فريند غيجي رائع في اللبسه. ونختموا لكم بهذا الغوب هادي، هادي غيبقى الثمن ديالها 180 درهم عوض 230 درهم، كتجي فنه في اللبسه كيف ما تشوفوا. شوفوا لي بانس ديال القدام وقطيعه الوسط، الفصاله ديالها غزاله اللي طاي فيها من الاس حتى الاكس ال. البنات اللي متابعينا راه كان هذا الموديل داك العام حطيناه غزال، ماقوا عليه البنات وخرجت فيه واحد الكونتيتي اللي هي كبيره. المشكل اللي فيه فقط هو انه تيبين هنايا اسماء لبست تحت منه واحد الغوب في النواغ، جاها غزال في اللبسه، جاها غزال، اسماء طويله وشوفوا كيفاش جاها الموديل، جاها فن. يلا البنات ما سخيتش بكم، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو، كونوا في احسن الاحوال باذن الله، دمتم في امان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله.